انا بنحبها، وانا عارف يا كابتن حسام ان في معزه خاصه ما بينك وبين الكابتن علي معلول. كابتن علي معلول طبعا من اللعيبه، من احسن اللعيبه اللي انا شفتها في تونس بصراحه. لعيب مؤدب ولعيب محترم، لعيب النادي الاهلي زي ما بيقولوا، ما بيعملش مشاكل، بيلعب باخلاص، بيلعب برجوله على طول. للناس ما تعرفوش اللي علي كان بيقول لي كمان في ماتش الاهلي والصفاقس اللي كابتن ابو تريكه جاب فيه الجون اللي هو اللي كان في رادس، فبيقول لي انا كنت بتفرج على الماتش ده. قلت له يعني ايه كنت بتتفرج على الماتش ده؟ قال لي والله العظيم كنت في المدرجات وبتفرج على الماتش ده، كنت انا لسه عندي تسع. كان مشجعين، كانوا بيلعب في الناشئين طبعا انا عارف، وجيت اتفرج، فانا كان عندي ساعتها 19 سنه، كنت برضه لسه صغير. فلا، علي من اللعيبه المحترمه واللي انا بحبها جدا واللي قريب مني حتى في المعسكرات، بيقعد يتكلم معايا في النادي الاهلي وفي منتخب تونس، ولو في مثلا عرض جاله ولا اي حد ياخد رأيك. عايزه بياخد رايي على طول.